يا إما بتجد اليوم المتكلمين في أي مكان كان في موضوع السحر يا إما بروحوا في اتجاه عهد سليمان بكذبوا على عهد سليمان أو عهود البابلية البابلية. وفي شخص سأل عن إنه الكتاب المقدس اللي هو بنقسم عند المسيحيين للعهد القديم اللي بيؤمنوا فيه اليهود ثم العهد الجديد بيؤمنوا فيه النصارى مجموعهم إيش اسمه الكتاب المقدس. بسأل إنه ذكرت بابل في الكتاب المقدس وصفت بأنها الزانية وهذا مذكور في سفر اسمه سفر الرؤيا ومذكور في رسالة في ملحقة بالإنجيل اسمها رسالة بطرس. ولكن هون لأنه صار سائل بعض الأشخاص حول هذا الموضوع جيد إنه نبه إنه هم هون في هذول النصين تقريبا سواء كان في سفر الرؤيا أو هذول في العهد القديم كله والعهد الجديد كتاب المقدس سفر الرؤيا ورسالة بطرس لما ذكرت بابل أنها زانية هذا كان بيقصد فيها روما وليس بابل. ولكن يبدو بابل انحرفت في فترة من الفترات. تعرفوا لما بصير في طرف المترفين كيف بصيروا بيبدأ الانحراف في الطرف بنحرفوا بتمادوا كيف اليوم الكثير من الشعوب اللي مترفة بتبدأ ايش تنحرف في قيمها وأخلاقها. فهي أصبحت بابل رمز على في مرحلة من المراحل أصبحت قبل أن تدمر أصبحت رمز للفساد والانحلال الخلقي. فلذلك بطرس لما وصف روما بأنها بابل الزانية بقصدش بابل بقصد روما. بس بابل ايش معناته صارت مثال. طيب